باريس مدينة الحب والأضواء، مدينة العشاق والجردين. حتى الجردون يأخذ جردونته في باريس في نزهة رومانسية. City of rats. The Eiffel Tower overrun by hungry rodents. Rats nibbling outside Notre Dame. Snacking along the Champs-Élysées. باريس عندها مشكلة جرادين عم تتفاقم حاليا، والسبب هو سياسي أخلاقي. باريس عدد السكان هو 2.1 مليون نسمة، بينما عدد الفيران والجرادين اللي ساكنين بالمدينة هو 4 مليون، يعني الضعف. يعني الجرادين كسحوا المدينة والقائد الأكبر هو راتاتوي. بس ليه في هالقد جرادين فلتانة بباريس وليه عم تصير مشكلة كبيرة؟ Alyssa Salzberg is an American writer living in Paris who says that rats may be doing more good than harm. They eat the trash that we make. They eat what's left over from picnics that people won't pick up themselves. المسؤولة عن هذا الموضوع عضو البلدية بباريس الناشطة السياسية مؤسسة حزب الحيوانات وعضو بالحزب الأخضر دوشكا ماركوفيتش، إحدى المدافعات عن البيئة وتقف ضد قتل الفئران أو إبادتها، اللي وقف لحلول حاليا كرمالها ليلاقوا طريقة أخلاقية يعالجوا الموضوع من دون أذية الجرادين. Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots moins connotés négativement. الكل معترض على الموضوع حتى البسينات، بس من هون ليلاقى حل الجرادين والفيران الفرنسية هن بحماية هيدي الامرأة. فش رأيك أنسب طريقة لحل الموضوع؟ معقول الجرادين يعملوا نعابة؟ أعطينا رأيك.